بسم الله الرحمن الرحيم. ود أن أبين للرأي العام العراقي أمور معينة حصل حولها لغط كبير مع بعض حقيقة الكاذبين والمنافقين بادعاءات باطلة بين نواب دولة القانون ومن آلية صيفي عملية بيع بالاستماير، فالكلام أصلا أترفع أن أتكلم به، فلذلك أردت أوضح أنا آلية صيف حقائق الأمور للشعب العراقي ولأصحاب الضمائر الحية أن يفرزنوا بين الكاذب الفاشل الذي يريد أن يخلط أوراق. أنا ما أعرف شنو الهدف من وراء هذا الموضوع، فتحملة يعني فتحملة غير مهنية، فتحملة كاذبة، ومع الأسف يتطابق معهم السيد أنور الحمداني اللي أنا كنت أتصوره بأن إعلامي مهني يبحث عن الحقيقة، بدون بحث عن الحقيقة طبل مع المطبلين بالكذب والتلفيق على أمور غير صحيحة. موضوع المحاضرين مال 2020 بكل بساطة إحنا عملنا عليها قبل سنة، كل حسب منطقته، أنا عملت ضمن منطقتي واللي هي تحولت فيما بعد إلى دائرة، على أن يكونون هناك تقديم وفق احتياجات المدارس تقديم إلى الكرخ الثالثة، وكذلك فعلت كل المديريات الستة في محافظة بغداد، واستطعنا أن بعد يعني رفعت كتاب إلى السيد حاكم الزامني حول تخصيص أموال للمحاضرين عفوا، وتمت الموافقة عليه مشكورا، وتمت إضافة المحاضرين إلى الأمن الغذائي، ثم تحركنا بعد ذلك إلى وزارة التربية وإلى المحافظة لإصدار أوامر إدارية، ولاحقا سوف نقوم بحمل هاي الكتب إلى وزارة المالية لتخصيص الأموال من الأمن الغذائي حسب ما تم تصويت عليه في مجلس النواب. هذا اللي حصل. المرحلة الثانية لاحظنا بأن ما حصلت عليه محافظة بغداد 18,000 محاضر، في حين المحافظات الأخرى حصلت 20-30,000 25. تعرفون بغداد كبيرة جدا تعادل 3-4 محافظات، فحسينا بالغبن. كان هناك حراك نيابي مع بعض النواب المحترمين، السيدة زيتون الدليمي بالاتفاق مع السيد علي العيثاوي، أخواننا في دولة القانون علي الموسوي، علاء الدلفي، عالي صيف، حراك نيابي بأن هذا غبن صار لبغداد. بدينا على أساس يخرج كتاب من لجنة التربية في مجلس النواب حتى نروح به إلى وزير التربية وإلى المحافظ وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لزيادة الحصة. لا هناك عملية استماير ولا هناك عملية بيع وشراء، كل ما تم الإعلان عنه إحنا ردنا احتياج حتى نعرف العدد شقد، فأعلننا بأن يا تربويين كل من يحمل اختصاصات تربوية يقدم إلى المدارس احتياج حتى نعرف كل دائرة شقد عدد المطلوب حتى نحسب العدد اللازم نقدمه خلال كتابنا. هذه أولى وهذه تالية. يطلع فد واحد حشاكم انت يعني ما اعرف يعني يوصل الى التفاهه والى يعني السفاهه ان يطعن النواب وكذا. اي نائب يدور ورا محاضر كل راتبه لو يوصل 400 لو يوصل 600؟ اي نائب؟ عيب 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 عليك يا سيد انور الحمداني. تلزم الاعلام والطبل مع المطبلين اللي معلوماتهم غلط. اسال هذا تاريخه شنو؟ اسال تاريخه شنو قبل ان يتطاول على احد بالكذب والبهتان. مع الأسف أقول بعض الإعلام وصل إلى درجة التأجيج وإلى درجة الطعن فقط. هذا هو دوره، أصبح دوره تطبيل. مع احترامي للإعلام الشريف، ومع الأسف أصبح التنافس السياسي غير شريف على حساب المواطن، على حساب قوته، على حساب رزقه. إحنا دا نشتغل لرزق هذه الناس، ما دا نشتغل لمصالح سياسية. أنا ما أحتاج يجي يصوت للمحاضرين غدا إذا حصلت الانتخابات، إحنا ما نعرف باكر نموت أو باكر نكون طيبين. إحنا دا نشتغل لله سبحانه وتعالى، وما كان لله ينمو.